ما هي آلية وأدوات صناعة الإنسان والارتقاء به ليكون فاعلاً وإيجابياً ومغيراً لنفسه ثم محيطه ثم الأمة؟ الإجابة بإذن الله في هذا المقطع من الكتاب، ونقول: ولا تبتئس من محنة ساقها القضاء إليك، فكم بؤس تلاه نعيم، فقد تورق الأشجار بعد ذبولها، ويخضر ساق النب وهو هشيم، إذا ما أراد الله إتمام حاجة أتتك على عجل فقائم لا مقيم. إلى الكتاب. بكتاب بكتاب نحيي أمتنا، وبنهج نبوي يوقظ غفلتنا، لن نرضى بوضع جاث وأعدلك بالقاسم، والله سبيلي والله حبيبي، والله سبيلي والله حبيبي. السلام عليكم إخوتي الأحباب في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بمعية الله، وطيب حياتكم بنور حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم ممن أحبهم واصطفاهم وقربهم وأقامهم لأمره، وجنبنا وإياكم أن نكون من الغافلين المبعدين المفرطين القاعدين، اللهم آمين. واليوم موضوعنا كثير مهم، اللي هي آلية صناعة الإنسان والارتقاء به، وهذا أفضل عمل ممكن إنه يكون في الوجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هاي الآية كثير مهمة يا شباب، يجب أن نقف عندها. هذا هو الكتاب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهذا أكبر نداء من الله ورسوله الممثل بالكتاب ببساطة، لأنهم أذنوا له وأرشد لإله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهاي يا شباب من ذكر رب العالمين، إنك تذكر الله، اسم الله الأعظم. وقال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حتى نعرف أهمية العلم اللدني والصلة بالله ورسوله، إنه يا شباب هاي مش مقصورة فقط على الأنبياء والرسل. لاحظوا أنتوا كلمة فوجد عبدا من عبادنا، مش يعني شبه مش معروف، يعني آتيناه رحمة من عندنا، شوفوا كيف يعني وصلوا معانا، وعلمناه من لدنا علما. هذول اللي بنكروا انه بيقول لك ما في غير الأكاديمية والعلم الأكاديمي، هذا لا، بكل قوة لكل جسم فيه له روح، وهذا المقصود. وقال تعالى: ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما. ولكن هون سيدنا سليمان حقيقي يا شباب، مش ففهمناها سليمان زي منقلب عسكري يعني فاكثر حالاته،
يصلح شيء يسمع بتلاقيه يخطب في الناس والناس وراه. لا هذا مش سليمان، هذاك سيدنا سليمان الحقيقي. وقال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. وقال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. والحين نيجي لقصة اليوم، وهي بعنوان عفة المؤمن. كان في شاب تقي وعفيف اسمه أبو بكر، وكان هذا الشاب بيعمل في تجارة الأثاث يعني، وكان معروف عنه حسن الخلق. ففي يوم من الأيام وحدة جاءته فأعجبت فيه فأرادته لنفسها، فصارت تتحجج في إيش يعني، صارت تحكي له إنه في طاولة كبيرة في منزلي وما بقدر إني أشيلها، فلو تيجي إنك تساعدني، حتى إنها تسحبه وتجره للمنزل. فتحت الباب ونادته إنه يدخل للمنزل، فلما دخل هددته: إذا ما فعل ما تريد منها وهي الفحشاء والمنكر، إنها تصيح وتجمع عليه الناس يعني، وتحكي إنه هو المعتدي عليها، إن كيدهن عظيم. فطلب منها إنه يأكل طعامه، فلما جابت له الطعام طلب إنه يدخل على الحمام هذا حتى إنه ينظف حاله ويتزين لها. فلما دخل على الحمام راح مسح جسمه بالغائط ووضعه على جسمه كله، فلما خرج عليها انجنت يعني وأخرجته بسرعة يعني شو القرف وكذا فأبعدته. فخرج وهو قاعد بمر بين الناس بالطرقات وهو عليه هذا الأذى. فلما ذهب واغتسل بعد أيام صارت تفوح منه رائحة المسك، حتى إنه سموه أبو بكر المسكي نسبة لرائحة المسك اللي تخرج منه. وهذا كان يا شباب كرامة من رب العالمين، إنه يكون الجزاء من جنس العمل. والحين نيجي لآلية صناعة الإنسان والارتقاء به: توثيق ارتباطات، رسوخ مبادئ ومرجعيات وأصول، تعيين قدوات، رفع مهارات، تبني مبادرات، تغيير اهتمامات، تمحيص عادات، هذا كله ينهض بصناعة الإنسان، تعليم قناعات، معرفة أولويات، تجديد علاقات، الاهتمام بالروحانيات وليس فقط الجسم، لا، التوازن بين الروح والجسد، تحديث أدوات، وهذا مش بدعة يا شباب، يجب بين السنة تحديث الأدوات، إعلاء إيجابيات، نشر خيرات. والحين نيجي للعلوم والمهارات المساعدة لبناء الشخصية. لاحظوا مثل دائما: إخلاص النية لله وحده بصدق والعمل لوجهه مقتديا برسوله ومهتديا بكتابه، نكران الذات نكرانا إيجابيا، ونحط خطوط يا شباب، نكران الذات يجب أن يكون إيجابيا،
احنا اليوم فقدنا هذا، صرنا اذلاء، بالنا انه التواضع والخلق الحسن اني اكون ذليل واني اكون عاهة واني اكون رويبضة واني اكون مليش قيمة واني اكون تافه في دوائر والله الدولة او عند التحقيقات او امام الطغاة والصعاليف. هذا كله يا شباب ليس من نكران الذات والتواضع، هذا اسمه ذليل منبطح. لا يرضى الله ورسوله انه الشاب المؤمن والرجل المسلم انه يكون ذليل ومنبطح مثل ما شربونا اياه. كثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخلوة والتفكر للتغذية الروحية، كثرة الاطلاع والقراءة والعلم والتجارب للتغذية الفكرية، ملازمة القرآن وحفظه يوميا مثل ما حكينا أنه في واجب عملي حفظ القرآن كل أسبوع صفحتين، نرتاح خميس جمعة بنراجع فيه، الاتزان في الأمور كلها، معرفة ترتيب الأولويات، مراعاة الطرح في معياري السلامة والقبول والتجديد على النفس والتيسير على الناس، طرح المشكلة وحلها دائما وأبدا، استخدام كلمة كيف في المسألة مكررة لوضوح الهدف والسلوك، أخذ العلم من الأعلى خلقا وتقوى وعقلا أكثر من الأعلى أكاديميا وشهادة، الحس العالي والذكاء العقلي والتحكم في الأعصاب، وأن يضيف عقل المخالف إلى عقله فيكبر، العمل على الاكتفاء الذاتي، العمل على الاكتفاء المادي. يجب يا شباب الاكتفاء المادي، لا بد له من درهم ودينار يقيم بهما دينه في آخر الزمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الفقر شعار الصالحين، هذا خطأ يا شباب، هذا ملبس، لأن هذا خطأ، الفقر شعار الصالحين، وراجعوا في القرآن والسنة عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفقر ومن قهر الرجال، هذا اللي احنا بالنا من سمات الصالحين، هذا أكبر خطأ وتلبس ومنبع من منابع الفتن اشربنا عبر السنين. الصعاب درج يصعد عليه نحو الهدف، الروح المرحة في التعامل، الرياضة البدنية جزء يومي من حياته، وهذا في الواجب العملي موجود، مدرب على الحوار الهادئ والهادف والبدء بنقاط الاتفاق، الأصول ثم الفروع، ولا تخطي الفرض، الواجب، السنة الصحيحة، المستحب. لا تخطي يا شباب، ما تقول لي والله بفعل فعل سنة أو قيام ليل وتروح عليك فريضة صلاة الفجر، لا تخطي في المسألة. القدرة على المشاركة والتعاون والتكيف والاندماج مع الآخرين، وهذا يشير له عليه الصلاة والسلام، المؤمن يألف ويؤلف، إعلاء الروح على الجسد والمبادئ على المصالح، التفكر والمراجعة الأسبوعية. هذا يا شباب هاي عبادة انفقدت من سنين، اللي هي مسألة التفكر، هاي عبادة كان يحافظ عليها الرسل والأنبياء ومن بعدهم الصحابة والأولياء والصالحين، هاي من العبادات اللي هي التفكر، ما أفعل، ليش أنا حكيت هذا، ليش سويت هذا، وأنا ماشي مع زوجتي أو بنلعب رياضة بنمشي لنا نص ساعة، نتفكر في الله ونتتبع خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتفكر في أفعالنا وين أخطأنا، ليش أنا حكيت هاي، ربما لغير لوجه الله حتى أني أبرز نفسي، يحاسب نفسه. هذا الفرق يا شباب بين الحي والميت، إحنا أغلب ما ترى العيون موتى، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عدم الالتفات للنقد الهدام، ولا يتأثر بالمدح والذم إلا تأثرا إيجابيا. هذا خطأ يا شباب، إن بنفكر إنه مثلا إني بتأثر لما يظلوا يذموا فيا، أو إني برتاح لما بمدحوني، مش المسألة
على هون يا شباب، يعني خلينا واقعيين نفهم حقيقي. أي بني آدم يتأثر بمحبة الناس ومديحهم لإله، وأي بني آدم حساس يتأثر بالذنب. ولكن إيش المذموم في هذا؟ الطغيان، فإنه المديح يخرجني عن الاتزان وصير أتكبر فيه وأجعله لغير الله رب العالمين وأجعل النفس هي المحور. أو الذم أيضا يخرجني عن الاتزان ويخليني والله ماشي في طريق مثلا لله ورسوله يخليني أتوقف أو يهدمني هدم من الداخل هيك ويحطمني. هذا هو المقصود المذموم في المدح والذم. الإتقان بالعمل والتحفيز لا يهاب الأخذ بزمام المبادرة، الفاعلية والإيجابية في المواقف دائما. الإبداع والجرأة والتغيير والتجديد جزء من حياته. فليس يا شباب مثل غيره بتلاقيه والله ميت وعادي جدا، بتلاقينا بطلنا نحس. والله في ناس في السجون عادي، وفي أعراضنا في السجون عادي ولهم سنين عادي، واحد بتجبر في ملايين، الملايين كلهم مش قادرين على شلة عصابة عادي، واستمرأنا هذا وعادي خلينا قاعدين. حتى أصبحنا أموات غير أحياء. يعتمد منهج الوسطية في الأمور، الاستخارة والاستشارة ومتى وممن، علو الهمة في الوصول للهدف ومعرفة المقاومة المضادة وأساليبها. وهذا في إله مقطع خاص في مرحلة البيان عن إن نعرف إيش اللي يجابه الحق دائما، يعني مفصل بالتفصيل إيش اللي راح يواجهنا في الطريق. تنوع المعرفة وكثرة الاطلاع على المفيد فقط، لأنه يا شباب مثل ما حكيت لكم ملان من المراجع وملان من الكتب الدينية وغيرها والتخصص في كثير من العلوم هي توضيح واضحات وحشو فقط. البني آدم بيضيع عمره كامل فقط وهو قاعد يتعلم ويقرأ في شغلات غير مفيدة، وبتلاقيه على أرض الواقع لا يفعل شيء، وهذا خطأ يا شباب، وهذا أخرنا، وعشان هيك ما إلنا تأثير على أرض الواقع. فاليوم إحنا ما بدنا كثرة علوم قد نوعية في العلوم، قد الإحسان بالعمل، قد إنك تفعل ما تعتقد وتقول، قد إنك تمارس ما تعتقده. وهنا الفاعلية يا شباب. يعرف متى ومع من يظهر العداء ولا يداهن، مدرب على الأخلاق العالية في المعاملات وكسب الأصدقاء والتقليل من الخصوم قدر الإمكان والوصول للهدف بالتي هي أحسن. والحين نيجي للواجب الخلقي، كثير الحمد والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. قال تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، اللهم آمين. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا. عرفنا يا شباب ليش العمل بإخلاص لله هو اللي يبقى. عرفنا إن ربنا يجب إن نحبه ونتعامل معه لذاته ولوجهه. لا غنى دائما لنا يا شباب عن فضل الله، ونخشى الله ونخشى عذابه ونخشى النار، ولا غنى لنا عن فضل الله في الجنة. يعني في بعض الناس بيقول لك أنا بعمل لوجه الله محبة ولا أخشى النار ولا أطمع في الجنة. لا غنى لنا عن فضل الله لا في الدنيا ولا في آخرة، وهذا من سوء الأدب أصلا. أما أساس العلاقة يا شباب مثل حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فهي محبة لله لوجهه وخالصة له
لأنه يستحق العبادة والحب والإخلاص والتوجه له وحده ولا غير. تعريف كثير الحمد والشكر لله، التعود على النعمة لا ينسيه دوام الحمد والشكر للمنعم، فلا تحجبه النعمة عن المنعم. ضد التعريف هو قليل الحمد والشكر لله، التعود على النعمة ينسيه الحمد والشكر للمنعم وتحجبه النعمة عن المنعم. أما نيجي لحكم اليوم، رقم 1: لا تفرح للعمل وراقب القبول، ولا تيأس من الذم فلربما كان سبب الوصول. 2: كيف تكون في المواقف أهم من ماذا سأنال منها؟ هيك الرجل يا شباب. 3: لا يمكن إتمام الاتصال إلا إذا هيئ المستقبل، ولله المثل الأعلى، وعند الاتصال فقط يحدث التجديد والترقية، وإلا فالأمر ممل ومهيئ للخراب. وذكرنا هذا من قبل يا شباب، مثل كيف؟ مثل الأجهزة الإلكترونية، لابد من وصل حتى إنها تشحن وتظل مستمرة، فإذا ما كان في شحن ووصل تخرب وبصير قيمتها صفر. ونقول: يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم، فاق البدور وفاق الأنبياء، فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم، جاء النبيون بالآيات فانصرم، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. وأخيرا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله، وإن شاء الله سننتصر به.